قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. لكن يعترض معترض ويقول: جاء في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. الأعظم من هذا رواية مسلم قال: حتى تأتي الساعة. كيف يوفق بين هذا وهذا؟ فإن هؤلاء خيار وأثنى عليهم عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء المذكورون في هذا الحديث شرار، فكيف يجمع بينهما؟ الجمع بينهما أن قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وما قبل قيام الساعة، وذلك حينما تأتي الريح، كما ثبت في الصحيح: تأتي ريح لينة فتقبض أرواح المؤمنين، إذا قبضت أرواحهم لا يبقى بعدها إلا شرار الخلق، هؤلاء تقوم عليهم الساعة.